بونجور يا شباب، يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله نكمل النهارده مع بعض شابتر 1 في منهجنا دوزيام سكوندير بيولوجي، ونتعرف على موضوع مهم جدا تحت عنوان النيوتريسيون هيتيروتروف او التغذيه الغير ذاتيه. عارفين كويس جدا في منهجنا ان احنا دايما بناخد الحاجه الاول في البلانت وبعد كده نشوف الام. فالنهارده دور ازاي الام او الانسان بيتغذى وبيهضم الاكل بتاعه، فنتكلم عن مصطلح مهم جدا او مفهوم علمي اللي هو الديجستيون. يا ترى انا لما باكل اكله حلوه كده اهو، واكل مثلا عيش وملوخيه وسلطه ولحمه وهكذا، هل الاكل ده بيمشي بنفس المكونات بتاعته جوه الدم؟ اكيد طبعا لا، لازم يتهضم كويس جدا ويتحول لجزيئات صغيره. يعني علميا نقدر نقول ان بيحصل له هضم، فبيتحول من بوليمير اللي هي الجزيئات الكبيره لمونومير جزيئات صغيره. ده بيحصل ازاي؟ تعالوا نتابع مع بعض ونشوف. لا ديجيستيون، الديفينيسيون بيقول لا ترانسفورماسيون دو جروس مولكيول ديز اليمون بوليمير زي الكربوهيدرات بروتين كور جرا اون بيتيت مولكيول بلو سامبل. طبعا تحويل البوليمير اللي هي الجزيئات او السلاسل الطويله من المواد الغذائيه لجزيئات صغيره جدا اللي هي المونومير، ده بيحصل على مراحل جوه الجهاز الهضمي او الاباري ديجستيف. تعالوا نشوف ده هيحصل ازاي، ولكن الاول لازم نعرف ان في دور مهم جدا لحاجه اسمها الانزيم. طبعا الانزيم في وجود الميه بتساعد كتير جدا على هضم المواد الغذائيه. ايه هي الانزيم؟ اخذنا قبل كده فكره عنها في بريمير سكوندير، تعالوا نراجع كده مع بعض. الانزيم عباره عن ماتير بروتينيك او مواد بروتينيه ليها كل البروبرتي بتاعه الكاتاليزور اللي هي العوامل الحفازه او العوامل المساعده، يعني متخصصه في ان هي تنشط التفاعلات وتسرع الريتم بتاعها. بالنسبه للبروبرتي عندنا ان الانزيم اول حاجه ان هو ليه صفات الكاتاليزور زي ما قلنا، تاني حاجه ان هو بينشط تفاعل بعينه، يعني هو سبيسيفيك او ليه رياكسيون شيميك بارتيكولير. تالت حاجه ان الانزيم نافكت با لي برودوي دو لا رياكسيون، بمعنى ان الانزيم ملوش دعوه خالص بنتيجه التفاعل، النتيجه دي بعيده عن الانزيم، لكن الانزيم ما هو الا بينشط وبيسرع التفاعل اللي كده كده لازم يحصل. لاكتيفيتي دو لانزيم ديبون، يعني نشاط الانزيم بيعتمد على حاجتين، التمبراتور والبي اتش اللي هي درجه الحراره ودرجه الحموضه. نيميرو 5، الانزيم ممكن يبقى في صوره inactive، يعني بيطلع او بيفرز في صوره غير نشطه احيانا وبعد كده بيتنشط بماده معينه. اخر حاجه نقول ان هو في بعض الانزيمات بيبقى ليها افيه ريفرسيبل، يعني تاثير عكسي، بالظبط كده زي ما بعض الناس بتشبهه المفك بيربط وبيفك، نفس الكلام الانزيم ممكن ان هو يكسر ماده غذائيه وممكن كمان يجمع اجزاء ويربطها مره تانية. ده شكل كده مبسط للاباري ديجستيف، وبيورينا ان الاباري ديجستيف عباره عن جزئين مهمين جدا، تيوب ديجستيف او الانبوبه او القناه الهضميه اللي بتبدا بفتحه البوش وتنتهي تحت خالص بفتحه الانيس. كمان بيبقى فيه ملحقات او بنقول عليها جلوند اونكس اللي هي عباره عن غدد بتصب افرازاتها جوه هذه التيوب، اللي هي عندنا جلوند ساليفير هنا في البوش والفوا والبنكريا قريب من الاستوما والانتستان. اذا احنا عندنا قناه هضميه وعندنا غدد ملحقه بيها، تعالوا نشوف مع بعض دور كل حاجه فيها. الاباري ديجستيف دو لوم سي كومبوز، هنا بنتكلم بالتفصيل اكتر عن الاباري ديجستيف، وبنقول زي ما اتفقنا ان هو تيوب ديجستيف وهو جلوند اونكس، مش هنعيد الحته دي تاني، لكن نشوف كده على التابلو ان الهضم بتاعنا بيتقسم لثلاث اجزاء رئيسيه. اول جزء بيبقى في البوش، تاني جزء بيبقى في الاستماع، وتالت جزء والاهم بيكون في الانتستان جرالي. طيب نبدا مع بعض باول جزء اللي هو بنسميه ديجستيون بيوكال او الهضم الفمي، من اسمه كده يبقى الهضم ده هيحصل فين؟ جوه البوش. لازم نعرف الاول الكافيتي بيوكال او البوش بتاعنا جواه ايه. عندنا 32 دون اللي هو 32 سن، وده طبعا سن وضرس، طبعا ده بيبقى في البالغين، بيبقوا متقسمين في كل فك
4 انسيسيف و2 كانين و10 مولار، او بنقول عليهم 4 قواطع و2 ناب و10 دروس. وطبعا كل حاجه منهم ليها الدور بتاعها. عارفين طبعا الكلام ده من واحنا صغيرين، الانسيسيف بتقطع الاكل بوركوبي لي زاليمون، والكانين ديشيري لي زاليمون اللحمه وغيرها عشان دي انياب، المولار بتطحن المواد الغذائيه او الاكل. كل ده تمهيد للهضم. بعد كده عندنا اللونج، اللونج اللي هو اللسان، وده بيعمل حاجتين، ديجستي يعني بيتذوق الاكل، كمان ميلونجي ان هو بيقلب الاكل اللي بناكله مع السليف، السليف اللي هو الريق بتاعنا، وهنعرف الكلام ده بالتفصيل. تالت حاجه عندنا جلوند ساليفير، الجلوند ساليفير تروا بير، تلات ازواج من الغدد اللعابيه، ودي موجوده قدام الاذن وتحت الفك وتحت اللسان. تلات ازواج يعني ست غدد بتفرز انزيم اسمه الاميلاز. يبقى الريق بتاعنا او الصليف جواه انزيم اسمه اميلاز او تيالين، وده ليه دور مهم جدا انه بيعمل هضم جزئي. نخلي بالنا من الكلمه دي، ان هو بيهضم جزئيا الاميدون او الكربوهيدرات ويحولها لسكر مالتوز اللي هو دي ساكاريد. يعني لو تخيلنا كده ان الاميدون عباره عن حلقات كتير او سلسله من الجلوكوز، هنا بيقسمها لدي ساكاريد، يعني ثنائيات جنب بعض جنب بعض جنب بعض. تمام. على فندولا كافيتي بيكال في حاجه اسمها الفارينكس، كلنا عارفين بعد البوش على طول في بقى الحته المزحلقه دي اللي بتودي الاكل بعد كده على المريء اللي هو الفارينكس، وده كافيتي كومين ما بين الديجستيون وما بين الريسبيراسيون. لازم نكون عارفين ان الفارينكس ده بنذكره في الجهاز الهضمي وكمان في الجهاز التنفسي. لا ديجليتيسيون اي كونسيديري كوم ان اكت ريفلكس. يعني ايه الجملة دي يا شباب؟ يعني البلع بيعتبر اكت ريفلكس او فعل منعكس، بمعنى ان هو لا ارادي. ممكن انا بكون باكل بارادتي، ممكن ببدأ عملية البلع بارادتي، ولكن لا اراديا الواحد بيبلع على طول وهو مش بيفكر. بنقول ديرون لا ديجليتيسيون لو لارينكس سو لاف انفولونتيرمون، لا اراديا لارينكس بيرتفع ديفون ليبيغلوت، في حاجه اسمها الايبيغلوت اللي بنقول عليها بالعربي لسان المزمار، بور فيرمي لوفيرتور دو لا تراشي ارتير او امبيشي لو باساج دي زاليمون دون لا فوا ريسبيراتوار. عشان نفهم الحته دي كويس تعالوا نشوف كده، ده مثلا الكافيتي بيوكال او شكل البوش، وبعدين هنا الحته دي الفارينكس اللي هو البلعوم. في طريقين، طريق للهواء وطريق الاوزوفاج بتاع الاكل. لو انا دلوقتي باكل فطريق الهواء بيتسد وطريق الاوزوفاج اللي هو بتاع الاكل بيتفتح. طيب لو حصل العكس، لو انا بتنفس طريق الاوزوفاج هو اللي بيتقفل وطريق الهواء اللي هو الترشي ارتير بيتفتح. اذا في هنا زي رجل مرور اللي هو الايبيجلوت بيفتح طريق الهواء احيانا ويفتح طريق الاكل احيانا. عشان كده يا شباب ما ينفعش ان انا وانا بشرب اتنفس او وانا باكل اضحك جامد، لان ممكن بعض جزيئات الاكل تنزل في ترشي ارتير والواحد يجيله زي شن او يفضل يكح كتير. الكح ده معناه ان هو بيحاول يطرد، ترشي ارتير بتحاول تطرد جزيئات الاكل اللي دخلت بالغلط. لوزوفاج، الاوزوفاج اللي هو المريء هو الانبوبه اللي بعد الفارينكس على طول، ودي عباره عن انبوبه عضليه طولها حوالي 25 سنتيمتر، 25 سنتي، بتعدي جوه الكو اللي هو الزور، كمان الكافيتي توراسيك القفص الصدري، وبتعدي محاذاه اون باراليل كده مع الكولون فيرتبرال او العمود الفقري. طبعا بتنتهي فين؟ بتنتهي بالاستماع. يبقى خلي بالنا الاوزوفاج هو الانبوبه الطويله اللي قلنا عليها، بتبدا فوق بالفارينكس وتنتهي تحت بالمعده او زي ما قلنا الاستماع. بيحصل فيها حاجة مهمة جدا، بيبقى فيه نوع من الميكس اللي هو المخاط أو مادة لزجة عشان تسهل تزحلق الأكل للاستماع أو المعدة. كمان بيحصل فيها نوع من الحركة، الميسكل العضلات بتاعة الأوزوفاج بيحصل لها سكونتراكت السيرولاش، يعني انقباض وانبساط عشان تزق الأكل للاستماع، والحركة دي بنسميها موفمون بريستالتيك. يعني لما يجي يسالني مثلا يعني ايه موفمون بريستالتيك، اقول له موفمون بريستالتيك دي عباره عن حركات بتحصل جوه عضلات الاوزوفاج من ضغط علشان تنزل المواد الغذائيه من الاوزوفاج للاستومع.
تمام؟ que veut-on dire par le mouvement péristaltique? هقول له ensemble de contraction et relâchement musculaire. ليه الهدف pour suivre tout le long du type digestif pour pousser les aliments عشان تزق الاكل او تدفع الاكل من الاوزوفاج توديه للمعده او الاستومان. وبكده يا شباب احنا خلصنا اول جزئيه اللي هي الهضم الفمي. بنسلم بعد كده الاكل للمرحله الثانيه اللي هي الهضم المعدي جوه بقى الاستماع او المعده، بنسميها ديجستيون جاستريك. يا ترى ايه اللي بيحصل فيها؟ تعالوا نشوف مع بعض. اول حاجه الاستماع هي عباره عن بوش، يعني جيب جونفلي سيباري دو لوزوفاج بار ان ميسكل انيلير كي كنترول لو كارديا. يبقى في فتحه بتتحكم في المنطقة ما بين الأوزوفاج والاستماع اسمها كارديا، وفي فتحة تانية بتتحكم في فتح وقفل المعدة ما بين الاستماع وما بين الأنتستان اسمها بيلور. يعني لو رسمنا كده ادي الأوزوفاج وادي الاستماع مثلا رسمة مبسط، هنلاقي هنا في فتحة في عضلة بتتحكم فيها اسمها الكارديا، دي ما بين الأوزوفاج والاستماع، وفي هنا فتحة برضو بتتحكم فيها عضلة بنسميها البيلور. يبقى في كارديا وفي بيلور في بداية ونهاية المعدة. طيب ايه اللي بيتكون بقى منه السيوك جاستريك، يعني العصير المعدي دوت اللي بيهضم الاكل في المعدة؟ اول حاجة لازم نكون عارفين ان المعدة دورها الاساسي هي هضم جزئي برضو للبروتين، ولكن العصير بتاعها بيتكون من 90% دو لو، 90% مية، أسيد كلوريدريك اللي احنا كلنا عارفينه HCl، وأنزيم بيبسين بس بيطلع في شكل غير نشط الأول اسمه بيبسينوجين إناكتيف، بيتحول بعد كده لبيبسين. طبعا مين اللي عمل النقلة دي وتنشيط أو أكتفت البيبسينوجين وحولته لبيبسين؟ هو الـ HCl. طيب بعد ما البيبسين دوت اتنشط بيعمل ايه؟ بيحول البروتين اللي هي المواد البروتينيه اللي احنا اكلناها زي اللحوم والجبنه وغيره في وجود الميه لحاجه اسمها بولي بيبتيد او بيبتون، يعني سلاسل صغيره من البروتين. يبقى كان بروتين سلاسل طويله جدا جدا جدا، بقت اجزاء صغيره لسه هتصغر اكتر واكتر طبعا جوه الانتستان. طيب نيجي نسال سؤال مهم جدا، كالي رول دو HCl؟ يا ترى ايه دور ال HCl؟ اكيد عرفته على الاقل ان هو بينشط البيبسينوجين ويحوله ايه؟ ويحوله لبيبسين، يبقى الى اكتيف انزيم بيبسينوجين، لكن كمان هو بيخلي المليو اسيد. نخلي بالنا ان البوش كان الجو بتاعه بازيك، لكن الاستماع الجو اسيد، واتفقنا كمان ان الانزيم بيشتغل في بي اش معينه، دي من ضمن صفاته ان هو بيتاثر بالبي اش او درجه الحموضه. فهنا عشان الجو يبقى اسيد وحوالي 1.5 ل 2.5 بي اش، يبقى محتاجين ال HCl. يبقى ال HCl بيوقف الانزيمات بتاعه البوش ويدي فرصه لانزيمات المعده اللي هو البيبسين ان هو يشتغل. تالت حاجه ومهمه جدا ان هو بيموت الميكروب. احنا احيانا في اكلنا غصب عننا بيخش بعض الميكروبات اللي ال HCl بيبقى كفيل ان هو يموتها او يمنع الضرر بتاعها. طب ليه بنعيا احيانا وبطننا بتوجعنا؟ لان كم الميكروبات بيكون كتير ونكون محتاجين ادويه او تدخل علاجي عشان نقاوم الحاجات دي. كومونتي مهمه قوي يا شباب، لسيب جاستريك نافكت با لسيلول كي تابيس لستوما. ممكن حد يسال سؤال زي كده، إذا كان البيبسين والعصير المعدي دوت اللي جوه المعدة بيهضم اللحوم وبيهضم الحاجات البروتينية، طب ما المعدة دي عبارة عن عضلات يعني لحمة، ليه ما بيأثرش عليها ويهضمها؟ الإجابة في النقط التالية: لا باروا انترن دو لستوما سكريت ان كوش ايباس دو ميكوس. يبقى في حاجة اسمها ميكوس، مخاط بتحمي جدار المعدة من الهضم. كمان البيبسينوجين ما تنسوش بيطلع في شكل غير نشط لغايه ما يجي ال HCl ويكون في اكل ويتنشط. كمان حاجه مهمه جدا ان الباروا ميسكولير اللي هو الجدار العضلي بتاع المعده بيحصل دايما حاجه اسمها اجيتاسيون او نوع من التقليب، فدايما ما بيخليش البيبسين ياثر على جدار المعده. ترويزيامون لا ديجيستيون انتستينال اللي هي بنقول عليها المرحله الثالثه والاخيره في الهضم اللي هي الهضم المعوي، جاية من كلمة أمعاء.
لازم نكون عارفين كويس يا شباب ان الانتستان جريل هي عبارة عن انبوبة طويلة طولها حوالي 100 متر 8 متر. هتقول لي ازاي 8 متر في بطننا؟ طبعا لان هي ملفوفة لفة طويلة. هي بتبدأ بجزء اسمه ديودينوم وجزء بعديها تاني اسمه الاليوم. يعني لو رسمنا كمان مرة كده المعدة، ادي مثلا شكل مبسط للمعدة، اول حتة بعد المعدة كده دي بنسميها الديودينوم، وبعد كده الحتة الملفوفة كتير ديت هي بنقول عليها الاليون، او بالعربي نقول عليها اللفائفي. تمام؟ طبعا بيربط اللفائفي ببعض او الاليون غشاء اسمه الميزونتير، درسناه قبل كده مع بعض واحنا في اولى ثانوي. طيب يا ترى الانتستان ديت هل السمك بتاعها او الديامتر بتاعها بيبقى واحد؟ لا، بنلاقي ان في بدايتها بتبقى 3.5 سنتيمتر، لكن في النهاية خالص وهي بتصب في الجرو انتستان بتوصل ل 1.25، وكأنها زي قمع بيبقى واسع شوية في البداية ويفضل يصغر يصغر في النهاية. ده شكل كده مبسط للانتستان جريل. طيب احنا عرفنا كده كويس قوي شكل الانتستان جريل وان هي جزئين ديودينوم واليون. ايه اللي بيحصل بقى جوه الانتستان جريل عشان الهضم؟ اول حاجة نعرف ان السيك انتستينال، السيك انتستينال سون نيميرو ان او لاتر ا لابيل. بيل اللي هي بنقول عليها العصارة الصفراوية، ودي بتطلع من الكبد. اذا هنا الكبد ليه دور في الهضم انه بيفرز حاجة اسمها البيل او العصارة الصفراوية اللي بيخزنها في حاجة اسمها الفيزيكيل بليار او الحويصلة الصفراوية اللي احنا بنقول عليها بالبلدي المرارة. ولما يكون في اكل فيه دهون بتفرز هذه البيل على الدهون او الكور جرا وتحولها كور جرا اميلسيوني. يبقى كل اللي بتعمله البيل ان هي بتكسر الدهون وتخليها مستحلب دهني. هل في انزيم هنا؟ لا، فبنقول لا بيل نرونفيرم با دي زونزيم، يعني ما فيهاش اي نوع من الانزيمات، هي عباره عن ماده بتكسر بس الدهون. بي لسيك بنكرياتيك. السيك بنكرياتيك يا شباب من اسمها هي خارجه كده من البنكريا اللي هو البنكرياس، وده بيبقى شبيه كده بورقه الشجر، بيبقى قريب جدا من الفوا اللي هو الكبد، وده بيفرز اربع حاجات مهمه جدا. اول حاجه بيكربونات دي صوديوم. طب يا ترى البيكربونات دي بتعمل ايه؟ بتعمل نيوتراليز، بتعادل الحموضه بتاعه المعده وتخلي جو الانتستان يرجع تاني بازيك. وتاني حاجه الانزيم اسمه اميلاز بنكرياتيك، ده طبعا علشان نميزه عن الاميلاز بتاع البوش، وبيعمل نفس الحاجة. هو برضو بيحول الأميدون أو الجليكوجين اللي هي الحاجات الكربوهيدرات لسكر ثنائي اللي هو مالتوز. تالت حاجة في السوك بنكرياتيك اللي هو التريبسينوجين اللي بيتحول بعد كده لتريبسين، وده ليه دور برضو في هضم البروتين وتحويله بوليبيبتيد. إذا زي ما كان في المعدة في بيبسينوجين بيبقى بيبسين، في الأمعاء في تريبسينوجين بيبقى تريبسين. تمام؟ بس اللي بيحول او بينشط التريبسينوجين ويخليه تريبسين كو انزيم، يعني مساعد انزيم اسمه انتيروكيناز. يبقى في المعده كان اشتي قال اللي بينشط، هنا في الامعاء انتيروكيناز هو اللي بينشط، وده بيفرز من الباروا انترن بتاع الاندستان جريل. اخر حاجه في السوك بنكرياتيك اللي هو الانزيم اللي اسمه ليباز، واللي باس دوت دوره مهم جدا في ان هو يكسر الكور جرا اميلسيوني اللي اتعملت من البيل ويحولها لاسيد جرا وجليسرين. نخلي بالنا ان هنا الليبيد او الاسيد جرا الكور جرا اسف اتحولت لاسيد جرا وجليسرين، ودي اول ماده تتكسر للمونومير بتاعها. احنا عارفين كويس ان المونومير بتاع الليبيد هو الاسيد جرا والجليسرين، فلازم نفهم كويس قوي ان دي اول ماده اتكسرت. هنشوف بعد شويه البروتين وكمان الكربوهيدرات. السيك انتستينال ودي اخر سيك هناخدها في الهضم اللي هي بنقول عليها العصاره المعويه، ودي بتبقى مجموعه انزيم بتحول الديساكاريد لمونوساكاريد. طبعا احنا عارفين كويس قوي الديساكاريد زي مثلا المالتوز والسكروز واللاكتوز بيتحولوا لمونو، يعني بيتحولوا لجزيئات احاديه. بار اكزامبل مثلا السكروز بيبقى فيه انزيم اسمه سكراز، السكراز دوت
بيحولوا الجلوكوز وفركتوز. مثلا اللاكتوز بيبقى فيه انزيم اسمه لاكتاز بيحولوا الجلوكوز وجالاكتوز وهكذا. فكل الجزيئات اللي هي دي سكريات تتحول لمونو سكري، وكده برضو وصلنا للمونومير بتاع الكربوهيدرات. البيبتيداز دي مجموعه انزيم بتكسر البولي بيبتيد اللي هي السلاسل الصغيره بتاعت البروتين وتحولها اسيد اميني، وبكده احنا وصلنا للمونومير بتاع البروتين. يبقى احنا كسرنا الكربوهيدرات وكسرنا البروتين وكسرنا كمان الليبيد او الاسيد الكور جرا، اذا حصل الهضم تماما. عشان بعد كده نتنقل لمرحله تانية اسمها مرحله الامتصاص، نتابع مع بعض عشان نعرف ايه موضوع الامتصاص ده وليه بيحصل وازاي الجسم بيستفيد منه.